شوف بغيت نتكلم على قلمي، نتكلم مع المواطنين ديال قلمي. نقول لكم بانه احنا في عهد التعهد اللي غادي يكون عندنا معكم، احنا 80% ديال الخدمه درناها. شنو هي 80% ديال الخدمه؟ بقات 20% ديالهم، انه جبنا لكم الناس اللي عندهم ايادي نظيفه، جبنا لكم الناس اللي نقيين، الناس اللي كيعرفوا يضبوا المقاولة، يضبوا الشأن العام، يضبوا الشأن الخاص، كيعرفوا يتعاملوا مع الناس كي موجودين في الجمعيات، كيتعاملوا مع الخير. عندنا ناس اليوم هادو كلهم اللي تكلمت عليهم السيدة مباركة واللي قدمتهم واللي فيهم الحاج محمد، وهذا كل شيء في مستوى عالي. اذا كيبقى الاختيار ديال المواطن. ما يمكننا نوصلوا لرئاسه الحكومه الا الى جندنا جميعا اليد في اليد باش اننا نزيدوا الى الامام. انا جايه من ميدان ديال العاب القوى وديال الرياضه، خط الوصول كيبان لينا تما، ولكن في نفس الوقت راه كيبان لينا بعيد، والعراقيل كتكون متعدده، والدقات تقدر تجينا من جميع انحاء من جميع المناطق، وبالتالي الحيطه والحذر. باقي لنا واحد اون ديرنيغ لين دووات، واحد الخط من هنا كيفصلنا الوصول، وبالتالي كيخص ولو عندنا نفس يعني نفس طويل بحال السيد الرئيس. السيد الرئيس عنده واحد الامتياز يعني اسي بارتيكولي، يعني ما يعني عنده طول النفس وعنده الدقه والسرعه في الاداء، وخصنا زعما نكونوا معاه في نفس الريتم نفس الخطوات. اذا نزيدوا في الوتيره، الا كيخصنا نخدموا 24 ساعه نزيدوا 26 ساعه، ما نغفلوش وما ننعسوش. اذا النصر للجميع، توفيق للجميع، والمغرب كيستاهل احسن. واد النون منطقه قلميم، واد النون كتستاهل احسن، قلميم كتستاهل احسن، أغارس والحيطه والحذر. شكرا سيد الرئيس، وشكرا لجميع الاسراء. سيد الرئيس، الاخوه والاخوات اللي حاضرين معنا اليوم اغلبيتهم هما مرشحات ومرشحين معنا في الحزب، جميع الجماعات. الحزب اليوم غطى 90% بجميع جماعات اقليم قليميم وبزكارن. هناك الحمد لله جماعات وبلديات اللي تغطاو 100%. هناك الحمد لله انتظارات كبيره للساكنه والمناضلات باش ان شاء الله نكتسحوا الساحه على المستوى البرلمان وعلى المستوى المحلي وعلى المستوى الجهوي. سيد الرئيس، الحزب على مستوى قليميم اليوم كان نحاولوا نسوقوا أكثر وأكثر ونقربوا المواطنات والمواطنين من البرنامج السياسي لحزب التجمع الوطني الأحرار على المستوى الوطني، لأن فيه التزامات وإجراءات حقيقة لها أثر مباشر على المواطن، وكتكلم بالنسبة للمواطن، ونحاول أن نوصل هذه الرسالة للمواطنات والمواطنين. ولكن عندنا أيضا برنامج إقليمي محلي وبرنامج جهوي، اللي ان شاء الله نتمنوا سيد الرئيس ان شاء الله بجانبكم وبجانب الاخوات والاخوه المناضلين داخل الحزب، نحاولوا كاملين اننا ننزلوا ونفعلوا هذه البرامج اللي هي يعني لها صدى جد ايجابي عند المواطنات والمواطنين.